احنا فوجئنا واحنا في بيوتنا تليفونات بتقول ان عبده مضروب بسكينه على المحطه. فاسرعنا بالذهاب للمحطه وشفنا الواقعة، وبالتالي تم الاتصال بالمباحث بمكه نشاط القناطر. المباحث تحركت في الحال وشافوا الساعه 11 يوم السبت الصبح صباحا يوم السبت الموافق 12/3. طعنات كتير، بس طبعا كان متغطي وبتاع في لابس هدومه، ما تمش يعني شق الهدوم الا امام وكيل النيابه. المباحث قامت بدورها على اكمل وجه، وبالتالي اتصلوا او بعتوا عربيا لوكيل النيابه ان يتحرك فعلا، جه وكيل النيابه على العصر او بعد العصر، وتعرف شاف الجثه وشاف الطعنات وكتب تقريره وملاحظاته، والشهود بعت الشهود للمركز علشان يعني يحضر محضر، وبالتالي فعلا تم المحضر. وطول هو طواف كده، يعني الناس كلها بتحبه وهو بيحب الناس، فبيبقى متواجد على المحطه على طول. حتى ما فيش اي مشاكل مع حد خالص خالص، كل الناس عارفاه وكل الناس بتحبه وهو بيحب كل الناس، مفيش اي عداوات ولا اي مشاكل خالص، ملهوش في المشاكل طبيعي. والله لسه مش عارفين ايه اللي تم. طبعا بعد دفن الجثه لسه ما نعرفش ايه اللي تم بالظبط. هو كان عايش في بيت، ليه بيت خاص بيه زي ما كل واحد ليه بيت، هو ليه بيت خاص بيه، ولكن هو كانش يحب يعني بطبيعة شخصه اللي هو الظروف اللي هو فيها، ما كانش يحب استقرار في البيت، ما كانش يحب يقفل على الباب، كان طول الليل في البيت يعني متحرك في البيت ما بينامش، وبعدين بيتحرك بقى من اول طلوع الفجر او قبل الفجر يبدا يتحرك لخارج يعني في حدود القريه يعني، بعد ما يطلع المحطه ينام على المحطه في المعدة كل يوم الساعه 9:30 9 يبدا ينام في المكان اللي هو بينام فيه كل يوم، ده الطبيعي بتاعه في نفس المكان، وده بشهاده الناس اللي كانت بتشوفه كل يوم، وبعضنا كان بيشوفه برضه لظروف طلوعنا على المحطه. هو ما لحقش يقول اللي شاف، الشاهد اللي شاف شاف بعد الواقعه ما تم، شاف المجني يعني وراجع بالسكين في ايده وفيها دم. الجاني وهو الجاني هو راجع من اصل يعني بعد القتل، جريمه القتل، راجع بالسكين وبيجري والناس خايفه منه. فبالتالي اقرب شاهد ليه او الواحد شاف المنظر ده رجع على الايه؟ راح على المحطه، شاف الامر، عرف ان ايه؟ ان